ما صابني عزوزة خرنانة باش نشد موضوع الخيانة أمضغ عاود كلو بنا باش نفهم الناس الهانة وركب الجبانة اللي الخيانة عقيدة راسخة وديانة وأصحابها لا عهد لا ميثاق ولا أمانة. الخيانة في الذاكرة الشعبية التعب الغبية إما بصفة نسبية تقديرية أو بصفة كلية كارثية شوفوها في الحياة اليومية تحيل مباشرة القضية أخلاقية تربوية دينية مربوطة بالغدر في الحياة الزوجية. وفي الكتب التاريخية تقتصر على الخيانات العسكرية من مساعدات لوجستية وخدمات استخباراتية قدمها الخونة للقوات الفرنسية وهم أساسا مواطنين في الإيالة التونسية تحت سلطة بيوية. قل خرجنا من ظل فرنسا وغادرنا ولو سوريا أحضانها وتحررنا من قيودها وسلطانها، لكن ما نسيناش الخونة اللي بعت أوطانها من المواطن البسيط الجنديها القبطانها، وحررنا في النشيد الرسمي فلا عاش في تونس من خانها. بأحلك الفترات مرينا وحلو مع مر تسقينا، ومع مر الأيام نسينا اللي الخيانة أنواع، نوع حصري ونوع مشاع، والخيانة قايمة مدام فما ذمة تتشرى ومبادئ تتباع. في كل الشرائع والأديان العبد الخوان مذموم مدان، وفما اللي من هول الفعلة يجردوا من صفة إنسان، لكنه في نفس الوقت من كثر الجهل والمقت يعيش الخيانة ويراها باهية ومزيانة. وأكبر خطر في سلوك البشر لما تصير الخيانة تصرف فيه اختلاف وجهات نظر إلى حد يولي فعل مفضوح مش لازم يتستر. والمزيد فهم المخاطر هيت ناخذوا من أنواع الخيانة مشاطر بو على أخوه حسب ما يجي في الخاطر. مثلا الغش المتداول في خدمة المقاول اللي ياخذ فلوس الناس باش يعمل كياس ويبدأ الغش مساس يزركش ويمكيش باش يظهر للناظر لباس، ومع أول قطرة من أول مطرة يبان الغش ويفوح عطرة ويتسبب في كوارث ومحاين. هذا خاين ولا مش خاين؟ هذا باين خاين الكل من يحب يدقق ويعاين. والموظف اللي يخلي ضميره في الدار وحسب وجوه المواطنين يبدأ في الخدمات يصنف ويوصف، اللي يحرم صاحب الحق من الحق ويتلعب في الدوسيات بتنقيص ورق وزيادة ورق، يغرق البريء وينجي اللي يغرق، خاين ولا مش خاين؟ والأستاذ اللي قيل في الدروس الرسمية وما يلقى نكهة الخدمة كان في الدروس الخصوصية، خاين ولا مش خاين؟ والإداري اللي يسرق من إدارته اللي يلقى مرة ستيل ومرة ورقة، خاين ولا مش خاين؟ والعامل اللي صبح في سهرية من بار البار يحوس في كرهبة مكرية ومن غدو الصباح تشدوا للفرش البطانية يبعث شهادة مرضية، خاين ولا مش خاين؟ والطبيب اللي اعطاه الشهادة وهو صح سالم وهو بفصول المسرحية عالم، خاين ولا مش خاين؟ والمواطن اللي ثار وتعب ودس صدره بعد ما تسبب في ربيع العرب وغير وضع على صغار وصعب، نهار اللي جاي انتخب باع صوته مقابل الكعب وبمستقبل صغاره العب، خاين ولا مش خاين؟ والسياسي اللي زبد ورعد وبأجمل وعود وعد وكيف شد الكرسي نسى وعوده والبد، خاين ولا مش خاين؟ والنقابي اللي بسبب ولا من غير أسباب شل الاقتصاد بالوقفة الاحتجاجية والإضراب جريا في مراضي الأحباب، خاين ولا مش خاين؟ الحق باين والباطل باين، وما دامنا هكا ما توفاش المحاين وما صابني.